الحكومة المصرية، فأعتقد إن شاء الله النجاح هيكون حليفكم بإذن الله تعالى. بمنالكم كل التوفيق وكل النجاح. بشكركم يعني وبشكر التعاون اللي بين الأكاديمية ووزارة الشباب والرياضة على مدار السنوات الماضية اللي أثمر فعلا عن نجاحات كثيرة للأكاديمية نعترف فيها بالفضل بعد الله عز وجل لمعالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. لهم مننا كل الشكر وكل التقدير دار النجاح والتوفيق، ودايما يا رب رياض مصر خفاقة ومدينة العربية كده دايما يعني في كل الحفظ وكل الأمان وكل النجاح وكل التفوق. ربنا يوفقكم جميعا، شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده احنا يعني بالتعاون مع اللواء احمد ناصر الحقيقه ان هو هيكون مشرفنا في البطوله، وهيحضر الجمعيه العموميه للاتحاد العربي لحضرتان عشان نحيي تاني هذا الاتحاد يبقى فيه تعاون عربي، بما ان بقى عندنا الدول العربيه دلوقتي عندنا اكثر من 6 دول عربيه بتشارك بشكل كبير، وعندنا اكثر من 15 دوله عربيه موجوده على الورق عندها خماسي. دي كلها مكاسب حقيقة للرياضة الخماسي ومكاسب لمصر، وتحط مصر في مكانة ان مصر هي حاضنة العرب وافريقيا والعالم كله الحقيقة في الرياضة الخماسي الحديث. احب في الاخر بس تاني اشكر زمايلي في مجلس الادارة على الجهد الكبير اللي عملوه معانا في الثلاث سنين اللي فاتوا، وان شاء الله يكلم بنجاح في اولمبياد باريس. اتمنى التوفيق للاعبينا في الاولمبياد. نموذج مهم جدا موجود في المهندس ياسر والمهندس شريف والزملاء في الاتحادات الاخرى. طبعا كل تحيه وتقدير لرؤساء الاتحادات المصريه واعضاء اللجنه الاولمبيه المصريه اللي موجوده. انا بشكركم جدا على تواجدكم ودعمكم الكبير، واحنا النهارده في يعني مؤتمر صحفي تنسيقا مع اللجنه الاولمبيه المصريه للاعلان عن الرعايه الطبيه للرياضيين داخل مصر. وبالامس القريب كنا بنتكلم على التامين لولادنا اثناء السفر ايضا تم، يعني احنا الرعايه الطبيه الداخليه اللي موجوده النهارده بنعمل مؤتمر ليها في المركز التنميه للمنتخبات القوميه مساء، وبكره يكون في مؤتمر تاني لرعاه ماليين للجنه الاولمبيه والبعثه الاولمبيه ما قبل السفر. وكان بالامس القريب